إلى اليوم الستار على النسخة الخامسة للحملة التحسيسية لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، وهي كما قلت الدورة أو النسخة الخامسة لتنزيل هذه الحملة التي أعطيت انطلاقتها يوم 20 دجنبر 2019 وامتدت إلى غاية 10 يناير 2020. هذه الحملة اللي من خلالها تم القيام بمجموعة من الأنشطة التربوية الثقافية والفنية والرياضية داخل المديرية الإقليمية، والتي اعتمدت مقاربة تشاركية مع مجموعة من الفاعلين والمتدخلين المنتمين إلى مجموعة من المجالات الأكاديمية ككلية الأدب والعلوم الإنسانية بعين الشوق، وكذلك المجموعة من القطاعات الحكومية كوزارة الصحة، مندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، ثم كذلك المجلس العلمي، وكذلك المنطقة الأمنية ديال عين الشوق وعملة مقاطعة عين الشوق. كل هذه المتدخلين كذلك انضم لهم متدخلون آخرون من النسيج الجمعوي، بحيث شاركت واحد المجموعة من الجمعيات بعملة مقاطعة عين الشوق في تنزيل فعاليات هذه الحملة. هذه الحملة اللي طبعها هو أننا اختارنا لها فعلا شعار بدون عنف نبني مدرسة مواطنة دامجة، وهو الشعار اللي كيستلهم من الشعار ديال اللي وضعته وزارة التربية الوطنية، فبالتالي نزلناه من خلال إدماج جميع الأسلاك التعليمية، من خلال إدماج جميع الفئات كذلك ديال المتمدرسين من الأسلاك الثلاثة ابتدائي إعدادي ثانوي، وكذلك فئات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم كذلك الأطفال ديال التعليم الأولي، بحيث عرفت المشاركة ديال 100% من الأطفال كما قلت ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الأولي. كذلك اللي طبعها هو الجانب الإبداعي اللي فيها، واللي من خلاله تم تنظيم واحد المعرض، وهو الذي يعد نقدر نقول من أكبر المعارض الخاصة بمناهضة العنف بالوسط المدرسي جهويا ووطنيا، بحيث كما شفتوا الزخم ديال المشاركات من ناحية الكمية وحتى كذلك النوعية والجودة ديال المنتوجات اللي معروضة، فكانت منتوجات قيمة. كذلك بهذه المناسبة تم إبداع أغاني مشتركة كدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع أطفال التعليم الأولي مع أطفال الأسلاك بثلاثة، من خلال كورال اللي كتب من طرف أستاذة التربية الموسيقية المنتمية لمديرية عين الشوق من تأليفها، لا من ناحية الكلمات ولا من ناحية حتى التلحين، ومن الأداء ديال الأطفال الأسوياء وكذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو في وضعيات خاصة ثم التعليم الأولي، وهو اللي عرف واحد النجاح كبير من اجل واللي عرف واحد صراحه ابهر الحضور. نقدر نقول بان هذه الحمله كذلك كانت هناك مشاركة مكثفة لمؤسسات التعليم الخصوصي، اللي كذلك اشتركت من خلال مجموعة من الأنشطة ديالها، لا في المعرض ولا حتى في تنزيل ديال الحملة بداخل المؤسسات التعليمية. فيمكن نقول بأن اليوم عندنا أزيد من 200 نشاط اللي تم القيام به، بالإضافة طبعا إلى المعرض، هناك أزيد من 200 نشاط على مستوى المؤسسات التعليمية، تغطية 100% للتعليم الأولي من ناحية تنزيل ديال هذه الحملة، تغطية 100% من ديال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تغطية 100% للمؤسسات التعليمية داخل عملة مقاطعة عين الشوق، بحيث 45 مؤسسة كلها شاركت في التنزيل ديال هذه الحملة. عرفات كذلك تغطية إعلامية استثنائية، وهذه هي علاش كنقدروا نقولوا بأن الإعلام هو كذلك مساند وشريك، بحيث كانت هناك متابع تتبع ومواكبة لمجموعة من الأنشطة داخل المؤسسات التعليمية، فكان أزيد من 41 تغطية إعلامية اللي كانت على صعيد عملة مقاطعة عين الشوق لصعيد المديرية بالمؤسسات، من خلال مجموعة من المنابر الإعلامية سواء الإلكترونية أو السمعية البصرية
أو المسموعة أو حتى المقروءة. فأنا جد فخورة باشتغالي مع جميع المكونات اللي ساهموا كلهم من إدارة تربوية، من أساتذة وأستاذات، من جمعية الآباء وأولياء التلاميذ، من يعني من جمعية المجتمع المدني، من كذلك الفريق ديال المديرية الإقليمية اللي سهر على منذ الإعداد بداية الحملة إلى تقديم الحصيلة. فهاد المجهودات كانت مجهودات جبارة، وكما قلت تشاركية، ما كانش ممكن نوصلوا لهاد النتائج كل ما شي كل شيء انخرط. وهاد الانخراط يدل على رغبة الشعب المغربي ورغبة المجتمع في القضاء على هاد الظاهرة. أنا اللي بغيت نقول بأن ملي كنقولوا مناهضة العنف بالوسط المدرسي، فالمدرسة في حقيقة لا تنتج العنف، هي تنتج تربية، تنتج أجيال اللي خصها تكون صالحة في المجتمع ديالها. فبالتالي الشغل على هذا المحور هو أساسي لترسيخ هذه القيم، للتحسيس، وكذلك حتى ليكون الأثر على المحيط، لأن بغينا هذه الحملة تنزل حتى من التلميذ الى المحيط ديالو والى الاسره ديالو. ولابد ان نشكر الجميع دون اي استثناء اللي ساهم من قريب او من بعيد في التنزيل ديال هذه الحمله، وان شاء الله نعطيو موعد ان شاء الله النسخه الخامسه لمناهضه العنف بالوسط المدرسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه. السيد عامل صاحب الجلاله على عمالة مقاطعة عنشق. الآن كنتواجدوا بمعرض تتنظمه المديرية الإقليمية وكتحتضنوا مدرسة الإمام البخاري. هذا المعرض هو حصيلة ديال واحد الحملة تحسيسية اللي كانت في المؤسسات، واللي كتشاهدوا الآن المنتوجات ديالها اللي كتعبر عن الحملة التحسيسية واللي هي من إنتاج التلاميذ. بطبيعة الحال احنا كمحتضنين ديال المعرض اللي احتضنا ثلاثة سنوات على التوالي، فضل هاد الحملة هادي في مجملا انها تناهض العنف، محاربة ديال العنف المدرسي بجميع الاشكال ديالو، بجميع الانواع وبجميع الانواع ديالو. طبيعة الحال المديرية الاقليمية هي اللي سهرت على التنظيم، احنا احتضنا بمشاركة ديال جميع المؤسسات التابعة للمديرية، واللي تتميز هذا العام تتميز بالمشاركه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه والتعليم الاولي. هذه الحمله التاسيسيه دابنا عليها ثلاثه سنوات، اربعه سنوات. السنه الاولى تم الاحتضان ديالها في المديريه، السنوات الثلاث اللي جات من بعد احتضناها احنا بالمؤسسه. بطبيعه الحال احنا دائما في اطار التحسيس وفي اطار المحاربه ديال العنف وفي اطار المدرسه بدون عنف. من طبيعة الحال العنف راه كيتشكل مجموعة ديال النتائج اللي هي سلبية، وبالأساس أن العنف هو مسؤولية ديال الجميع، مسؤولية ديال السلطات الأمنية، مسؤولية ديال الآباء بالدرجة الأولى، مسؤولية ديال الأساتذة، مسؤولية ديال المجتمع المدني، مسؤولية ديال الجميع. إذا يجب أن نضع يد في يد للحد من هذه الظاهرة هذه. وشكرا. الاسم ديالك والصفه ديالك، مدير المدرسه؟ السماحي محمد، مدير مدرسه الامام البخاري التابعه لمديريه عين الشق. نعم. تكلموا على نسبه الشعر اللي عوضتوا. هذا اللواء الاخضر. اللواء الاخضر حصلت عليه المؤسسه هذه السنه. هذا بطبيعه الحال بعد الاشتغال على ثلاثه ديال المحاور اللي هي الكهرباء وتدوير النفايات ثم المحافظه على الطاقه، فاشتغلنا انا والطاقم التربوي ديالي في المؤسسه، ومعنا بطبيعه الحال التلمذات اللي قاموا بتدوير ديال النفايات، واشتغلوا على كيفيه المحافظه على الطاقه سواء تعلق الامر بالكهرباء او الماء. وكنا ترشحنا في اللواء، وجات لجان هنا ديال من المؤسسه ديال محمد السادس اللي كتب لنا المشروع، وجات المؤسسه اللي جان وجاب الله توفيق وحصلنا على الشاره. الشاره هي كاين ثلاثه درجات، الدرجه الاولى كاين الفضيه، كاين النحاسيه، وكاين اللواء. اللواء هو اللي كتحصل عليه المؤسسه اللي حصلت على الشاره بالامتياز.